ناخذ ماجد معنا، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. السلام. عندي سؤال لو سمحت، بالنسبه للتامين الطبي هل تحريمه داخل في الربا؟ واحنا ملزومين فيه من الشركات يعني. طيب انا استخدمته قبل كذا، وش علي الحين؟ اقول ما يجوز يا اخي، اتركه. طيب شيخ، تحريمه داخل في الربا او يا اخي حرام ولا عليك؟ بس الحمد لله. طيب احنا ملزومين فيه يا شيخ؟ لا، ما انتم ملزومين فيه، كل الناس عايشين بلا تامين. طيب بارك الله فيك.